إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا فتحنا كتب التراث في تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين نرى تقول المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. طيب هذا أنا أسأل سؤال، طيب الملل الثلاث أتباع رسالة المحمدية وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ما بيطلعوا نصف سكان الأرض الآن، دوب يا دوب 50% من سكان الأرض. طيب أنتوا 50% البقايا وين دورون؟ يعني ما لهم محل هون؟ يعني في البوذيين والشنتو والكونفوشيوس والسيق، طيب وينهم هذول؟ بس ما يعني ما عندكم غير اليهود والنصارى، يعني بين انه هناك في نوع من الخطاب مو صحيح يعني. وهذا الخطاب عندما نقرا نحن سوره الفاتحه وكل انسان يقراها على الاقل 17 ركعه كل يوم، يقراها على الاقل 17 مره كل يوم، وفي ذهنه الضالين هم النصارى والمغضوب عليهم اليهود، وهو يعيش في أوروبا معهم أو هذا، فكيف يمكن أن يكون علاقة ودية بين الاثنين؟ مستحيل، يعني هذا مستحيل. بينما المغضوب عليهم والضالين هم من خرج عن الصراط المستقيم، سواء من أتباع رسالة المحمدية أم غير من أتباعها. فالذي يقتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فكل من قتل نفسا بغير حق هو من المغضوب عليهم، سواء قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أم لم يقل، وسواء كان بوذيا أم نصرانيا أم يهوديا فهو من المغضوب عليهم. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فالمشرك بالله هو من الضالين سواء من أي ملة كانت. فهنا يجب يعني نكون انه هيدا الاحظ كيف يمكن انه يتحول خطاب لخطاب عالمي.